السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. عودنا وياكم وبرنامج حوار سيراوي. اليوم حلقتنا راح تكون استثنائية. حلقتنا اليوم راح تتعرض لشخصية مهمة في البلد، وبالخصوص مهمة إلى أبناء الصويرة، لأن هاي الشخصية بالأصل ترجع من مدينة الصويرة. شخصية صيراوية ذاع صيتها في ثمانيات القرن الماضي ولحد تسعينيات القرن الماضي، شخصية صيراوية، شخصية قتالية لها دور كبير. هاي الشخصية لقبت ببطل القادسية. شخصيتنا اليوم المرحوم الشهيد بارق الحاج حنطة ابن الصويرة الذي أعدم على يد صدام. سبحان الله، هاي التسمية كانت هي سبب إعدام الشهيد البارق حاج حنطة من قبل المقبور صدام في ذلك الوقت. اليوم إن شاء الله حاولنا بأنه نتواصل مع الابن الأكبر والمرافق لأبيه. اليوم راح نتحاور عبر الواتساب من كندا مع الأستاذ مهيب بارق الحاج حنطة. الأستاذ مهيب كان قريب على والده ويرافق والده حسب ما سمعنا، ويعرف خفايا وأسرار والد الشهيد بارق الحاج حنطة. راح نحاول نتصل إن شاء الله عبر الواتساب. ألو، السلام عليكم. حياك الله أستاذ حيدر. أنا أشكرك وأشكر جهودكم. أستاذ مهيب، إحنا نشكرك على تلبية الدعوة، وإحنا ندري عندك التزامات، وأنت قلت عطلت يوم الأحد بس، فإحنا نشكرك خصصت وقت جهودكم وبرنامجنا، فإحنا بالنيابة عن جميع أبناء الصويرة شاكرين إليك، وننقل لك تحيات جميع أبناء مدينتك مدينة الصويرة، والله يحفظك وحياكم الله. حبيبي أستاذ حيدر، أنا أشكرك وسلامي إلى أهلي وأحبابي وأصدقائي والمدينة اللي إحنا كبرنا وتربينا بيها قضاء الصويرة، وهي مدينة يعني الصراحة أنجبت الكثير من الأبطال. وأنا أشكرك وأشكر كل التيم اللي وياك جاي يساعدوك. الله يخليك، الله يخليك. هاي الحلقة أستاذ مهيب، إحنا أريد بالبداية نعرف، هل هاي التسمية اللي سميت للوالد الله يرحمه ببطل القادسية هي كانت سبب إعدامه على يد الطاغية؟ وهل بأنه الطاغية صدام حسب ما افتهمنا استدعاهم للقصر الجمهوري، كان معاه ضباط، وصدام بنفسه أعدم والدك الشهيد؟ تنطينا فكرة الله يخليك. اي نعم، طبعا اكيد طبعا. كان بوقتها المرحوم عدنان خير الله هو كان وزير الدفاع. هي قصتها قصة طويلة يعني الصراحة. انا ذكرت فيها 12 حلقة نشرتهم على الفيس مالتي. نعم. بعد لقاء الصراحة بعد لقاء علي غيدان اللي كان لقاءه ويا الدكتور حميد عبد الله، وهو اللي نثر يعني هو اللي اثار هاي القضية الصراحة. فأنا أحب اليوم أتكلم على كثير من المواضيع. نعم، هو وزير الدفاع. أنا بس شيء بس وزير الدفاع عدنان خير الله هو اللي رفع به التوصية. نعم، الله يحفظك. صدام حسين، وصدام حسين أصدر هذا القرار. نعم، بطل قادسية. أستاذ، إحنا هم نريد نعرف الطاغية حسب ما افتهمنا كان حوار مع الوالد، والوالد كان يعني منزعج جدا من الطاغية، وحسب ما افتهمنا صدام قايل له ليش سميناك بطل القادسية؟ ما تعرف ليش سميناك بطل القادسية؟ فالظاهر الوالد الله يرحمه منزعج من هاي الكلمة وما راد عليه، ويعني صدام منفعل وما متعود بأنه أحد يوقف بوجهه أو أحد يعني يصمت أمامه أو أحد ما حد يمدحه وكذا. تعطينا فكرة الله يخليك. نعم، بالضبط، مو مشكلة. أنا بشيء مختصر يعني أنا رحت للكويت ثلاث مرات بشهر ال11. نعم. ورحت بشهر ال12
ورحت بشهر الواحد يعني قبل الانسحاب بأسابيع. فمن انسحب الجيش العراقي وكان انسحاب غير منظم، لأن هو صدام حسين قال إذا تسمعوني بالراديو أطي الانسحاب ترى هذا مو أني. بعدين صدر البيان بالانسحاب لأن صار عليه ضغط عسكري 33 دولة، فانسحب انسحبت كان والدي قائد قيادة قوات كابما. أنا كنت بكابما هناك، وهاي الصورة مالتي طبعا اللي هناك، ووالدي أخذ لي إياها. فأنا كنت شاهد على الأحداث، وكان والدي معاون رئيس أركان قوات الخليج، والرئيس كان هو عصمت صابر الدوري اللي هو انعدم ويا والدي في ذلك اليوم. فمن انسحبه وين انسحبه؟ انسحبه إلى علي الغربي. جت قيادة قوات كامة، جت تمركزت بعلي الغربي. فمن جت بعلي الغربي اجى والدي للصويرة. الله يحفظك. والإخوان يذكرون طبعا الجوي وذبحوا طليان الحمد لله على السلامة، واجى البيت عمي صادق الحاج حنطة أخوه كبير وهم ذبحنا طليان. وجوي أصدقائه وأصدقاء عمي صادق سلموا عليه. بعدها بيومين رحنا الطوس خرماته. الله يحفظك. انا بنص الطريق ويعني رحنا ثلاث سيارات رانج روفر ومارسيدس ورا الحمايه. بنص الطريق والدي قال لي ارجع لي صغيره. منو راح وياه؟ راح وياه جعفر صادق عبد الله اللي هو مرافق مالته ابن عمي. فراح وين؟ راحوا الطوس خرماته، سووا الخيمه وهاي الجيش تعبان، اكل ماكو، سلاح ماكو، ماكو يمكن اقل اليوم، اقل اليوم. اجى منو؟ اجى حسين كامل. نعم. واجى عزة الدوري، سيارات وحمايات. فوين دخلوا؟ دخلوا للخيمه مال والدي. ابويا ما ادى التحيه لحسين كامل. طبعا هذا الموضوع حسين كامل موضوع كبير، انا تطرقت له بعده حلقات من 82 عداء الابويا لحد سنه 91، صعود اسمه والسمعة اللي حلوة اللي هو بناها نفسه والدي. فاي جوي عزة الدوري وحسين كامل، هذا الكلام عن يعني ابن عمي يعني جعفر، وعن بعض الضباط اللي هم هسه موجودين بمصر لأن حاولوا يختالوهم وراء 2003. حاولوا بس طلعوا لمصر، لحد الآن موجودين. زين، فاجى حسين كامل وجع عزة الدوري بالخيمة مالت أبويا. نعم. قال له طوس خرماته سقطت. حسين كامل شو يقول له أبويا؟ يقول له أبو مهيب. وحسين كامل وأبويا يقول لحسين قال يقول له أستاذ حسين وأستاذ عزة، لأن هم رتب عسكرية ما عندهم الصراحة يعني. اي يعني هي كارثه الدوله، يعني كارثه الدوله. انا ذاك لا صدام حسين عنده شهاده، ولا عزه الدوري، ولا طه الجزراوي، ولا حسين كامل، ولا علي حسن بجيد. هذول الخمسه هم المتنفذين في الدوله وفي صناعه القرار. نعم الله. وكان عندهم بس عدنان خير الله كان عنده ماجستير علوم عسكريه وراح بهاي الحادثه الطياره واختياله صدام اختياله. المهم قال له ابو مهيب احنا اليوم محتاجيك، الدوله محتاجتك، حرر لنا طوس خرماته. اذا اخذوا طوس خرماته راح يجون يدخلون على بغداد. ويا من جاي يحكي؟ جاي يحكي ويا والدي اللي هو قز الاكراد. الاكراد اخذوه فعلا، اخذوه. قال له احنا هستونا منسحبين وعندي شهداء، اسلحه ماكو، الجيش تعبان، الجيش جوعان، اكل ماكو، شلون تريدني احررها؟ قال له بارق، قال له ابو مهيب اتصرف. قال له شلون تريدني اتصرف؟ انا اريد اقل شيء شهر. حسين كامل قال له شنو شهر؟ شهر شنو؟ نعم الله يحفظه. وجعفر بن عمي يسمع الصياح بيناتهم، يعني صارت مشاده كلاميه. قال له ما احررها، اعطيني شهر حتى اعيد. نعم. شلون ثم يقول لك هيكله؟ الله يخليك. يعني بالعلوم العسكريه يقول لك هيكله، اعطيني مجال. اعطيني مجال. حسين قال له لا، لك ثلاث ايام بس. قال له ما اخذ اوامر من عندك، وين ما تريد روح روح. الله انا اوامر ما اخذ من عندك. قال له نشوفك ببغداد. حسين كامل قال لابويا قال له نشوفك ببغداد. نعم. ماكو. نعم
يعني اقل اليوم كان يجي كتاب قال له يرجى حضورك التزم حضورك الى القصر الجمهوري بفلان مكان. كان شهر رمضان، كان والدي صايم بكفه. رجع لبس ملابس العسكريه، غسل، كمل وراح. الله يحفظك. انا وصلته يم جسر المعلق، اكو قصر جمهوري كلش كبير، اعتقد قصر السجود او قصر هيك اسمه. وصلنا رانج روفر، وكان الجمعه الكردي ويا سايق، اذا يسمعني، اذا هو موجود، جمعه الكردي واني وابويا وسياره حمايه ورانا. وصلنا للقصر الجمهوري، طب والدي استقبله الحمايه، اعتقد عميد ادى له التحيه. يا سيدي تفضل هنا، وانا طبيت وياه. ماكو خمس دقائق وكان يقول له السيد الرئيس راح يشوفك بعد اربع ساعات. الله يخليك. فالحمايه العميد ركن قال له سيدي ماكو داعي ابنك ينتظر، وانت بعدين تروح. نعم. قال له مو، فوالدي قال لي يلا بابا مهيب روح تسوي الحمايه، روح لي البيت. من رجعت لقيت عمي صادق اخوه الكبير موجود ببيتنا. انا تفاجئت، قال لي وين ابوك؟ قلت له ابويا راح. نعم الله يحفظك. عنده مقابله ويا صدام. عمي صادق ايش سوى؟ والله العظيم راح بارك. هاي والله والله العظيم راح بارك. هاي تاري بالحزب. نعم الله يحفظك. تاري بالحزب توصلهم معلومات انه صدام حسين راح يعدم القاده الموجودين. نعم. بالكويت. عمي صادق جاي يريد يقول له، عمي صادق جاي يريد يقول له لا تروح. الله لا تروح. الله يخليك. فهمت عليك؟ فهي بكل الحالتين اذا والدي ما راح صدام حسين راح ياخذنا وياخذ اخوانه يعدام. الله يحفظك. مثل ما صارت ويا حامد الجبوري. حامد الجبوري اذا انت تعرفه، هذا عضو قياده قطريه من راح ب 96 واقتحم السفاره العراقيه في لندن، اعدم اخوانه واعدم ولد عمه. هاي ونزار الخزرجي لما راح اجى صدام عدم اخوه. فهمت؟ نعم. فهي بكل الحالتين يعني خساره خساره. نعم. الله يحفظك. فهمت عليه؟ شو فرح و نعم. من راح هناك انا بعتقد انا ما موجود الصراحه. نعم. يعني انا ما يعني انا من نعم. من بوابه القصر الجمهوري. نعم. من بوابه القصر الجمهوري اخذت السائق واخذنا الخمايه ورحنا. نعم. بس المقابله اللي صارت، وانا اريد ارد علي غيدان، المقابله اللي صارت ويا حميد عبد الله وعلي غيدان مو كلها صحيحه كما رواها علي غيدان. زين يعني انا يعني الكتاب اللي موجود عندنا اللي هو تصفيه حقوق تقاعديه، هم خمس ضباط عندهم، عصمت وعلي وعمي غازي وصالح وبعد الاخر عقيد ركن ما اتذكره، هم خمسه اللي عندهم يعني خمسه اللي يعني هم كلياتهم اعتقد كانوا سته من ضمنهم علي غيدان. زين وكامل ساجد كان وياهم. كامل ساجد بالضبط. وكان وياهم منه وزير الدفاع سلطان هاشم. بس هذا اي نعم هذا راح باتفاق الخيمه وقدم تنازلات. زين على الورقه الفارغه اللي اعطاهم يا صدام حسين احنا نوافق على كل شيء بس خلوني بالسلطه. الشغل اللي الكلام اللي صار من علي غيدان مو كلي تصحيح. نعم. ليش؟ ليش؟ اكو فقره انا يعني اكو فقره انا نسيتها ما قلتها باللقاء. نعم. انه زوجة كامل. نعم. ساجد. زين؟ نعم الله يحفظك. سولفة الوالدتي موجودتي علينا بعد يعني ورا سنتين ثلاثة. نعم. او هيجي قالت دمبار عبد الله. من صدام ضربه طفر على العيدان من ضربه بالطلقات لان والدي مضروب طلقات. نعم. ثلاث طلقات، اثنين بقلبه وواحده بعينه. منو اللي غسله؟ خالي. نعم. خالي سليم. نعم. لحد الان موجود. طلقات مال مسدس صغار. نعم. هذا المشهد انا بس انا اقول لك بابا شوف. نعم. الله صدام حسين سأل والدي. نعم. قال له بارق شنو معنى بطل قادسية؟ بس علي غيدان ما حكى هذه بس انا اقول لك اياها انا احس بيها. الله يحفظك. زين
قال له بارك شنو معنى بطل قادسيه؟ والدش قال له انت تعرف بطل قادسيه؟ وانت اللي سميتني بطل قادسيه وانا ماكو داعي اقول لك. صدام حسين طلع المسدس. الله يحفظك الله يخليك. بس اكو بعد حكي علي غيدان ما قال له. صدام حسين قال له الوالدي قال له انت جبان؟ والدي قال له انت الجبان وانت اللي قاتل ببغداد. صدام حسين طلع المسدس مالته لان خالد شاف الطلقات، انا بس ابدا اوصل المشهد للاخوان المشاهدين. صدام حسين طلع المسدس مالته وضربه 3 طلقات، طلقتين بصدره وطلقه بعينه. وين طفر الدم مالته؟ هذا المشهد ما قاله علي غيدان. طفر الدم مالته على علي غيدان. من سولفتها؟ سولفتها زوجة كامل ساجد خد تطلع تحكي لخالد. ما بدي اجيب اسمها. الله يحفظك الله يحفظك. زوجة كامل ساجد جدتي سولفتها لامي. طفر دمه على غيدان وطفر دمه على عصمت، اول واحد مات ابويا. نعم. باثناء الليله السوداء. نعم. الليله السوداء. الله يخليك. اجتي وهي صديقه امي، قالت لها دم بارك عبد الله طفر على غيدان وطفر على بقيه لان هو اول مشاده وياه، لان انا اقول لك. نعم. هسه خلينا نجعل لقاء، علي غيدان ايش قال اذا انت شايف؟ قال وارجع للقاء. قال بذيك الليله. نعم. بارق وعصمت وغازي تحولوا ابطال وصارت ليله مشاده كلاميه كبيره. ارجع 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 للقاء وشوف علي غيدان ايش قال. نعم. ارجع للقاء زين. نعم. شوف ايش قال. قالوا تحولوا ابطال وشجعان في تلك الليله، اذا صارت ملحمه صارت عركه زين. صدام حسين. نعم. انا هسه صدام حسين. نعم. شنو الداعي؟ شنو الداعي إلي؟ أنا أريد أسأل علي غيدان من خلال قناة مالتك. شنو الداعي؟ شنو الداعي صدام حسين إنه يبصق على والدي أو على غيره؟ شنو الداعي؟ ما مجبور الرجال، ما مجبور، هو عنده مسدس، شو كنت بين يدي يقتلهم؟ ما مجبور لهذا الفعل. فهاي المشادة الكلامية اللي صارت. نعم الله يحفظك. وأنا جاي أقول لك إياها عن زوجة كامل ساكت زوجته. نعم. قالت هاي هيك وهيك صار. يابا منو سالف لكم؟ يابا احنا عندنا. نعم. كانوا ناس داخل القاعه. نعم. موجودين وشافوه. فدم والدي طفر علي غيدان، وفعلي غيدان خر. نعم. يعني خر وراح. وانا اقول لك راح توسل بصدام وراح سوى اشياء انا ما اريد اقولها زين وعفى عنا، هاي الحقيقه. فهو اللي قالت حوله وصاروا ابطال وشجعان في تلك الليله. وهو الناجي الوحيد. نعم. من هاي الليله السوداء هو علي غيدان. استاذ احنا هم نريد نعرف من خلالك انت. نعم. لانه كنت قريب على الوالد وترافق الوالد. الوالد بذاك الوقت كان شخصيه مو طبيعيه، يعني الى مكانته وكذا. الوالد اريد تنطينا فكره وتنطي فكره للمشاهدين الكرام، لان يعني تعرف اكو اشياء مو كل الناس تعرفها. انت قريب. نعم. الوالد يعني الله يخليك. يمتلك اموال. نعم. يمتلك اشياء، مثلا طلع ترك الصويره ونزل بغير مكان، لان تعرف الى مكانته الاجتماعيه وقريب على السلطه. ف يعني المفترض كان يكون يمتلك اموال ويمتلك جاه وحمايات وكذا. اريد نعرف الوالد كان من هذا النوع، لو الوالد بقى يعني شخص بسيط، يعني يلتقي مع ابناء مدينته، ابناء الصويره، يتواجد وياهم، بقى بمدينته بين اهله وناسه. تنطينا فكره الله يخليك. والله مثل والله اي نعم، هذا سؤال جيد، انا اشكرك عليه. والله مثل ما يعرفون اهل الصويره، مثل ما يعرفون اهل الصويره، بابنا كان دائما مفتوح. يعني انا اعطيك مثال، اكو جدتي وحده انا نسيت اسمها الصراحه، ابنها نضيع السلاح مالته زين اثناء الواجب مالته، فمفتوح عليه مجلس تحقيقي، والدي سواه. واسطات، يعني شلون مثل واسطات اللي يقدر عليها، يسحب للخلفي ما يخليه للهجوم، وكانت الحمايه مالته اكثرهم يعني من الزبيت اكثرهم زين. فكان يخليهم يعني شلون مثل اقول لك سايق، خليهم بالخطوط الخلفيه، كان يساعد هوايه ناس ويسد هوايه مجالس تحقيقيه هوايه، ويعرفوها اهل الصويره يعرفوها زين. ولهذا تعرف السمعه الطيبه تستمر لالاف السنين تستمر. فساعد هوايه ناس، وبابنا كان مفتوح سواء كنا بالصويره او سواء كنا ببغداد.
استاذ مهيب بلا زحمة، انتم كم اخ يعني اولاد الشهيد بارق الحاج حنطه؟ انا اكبر واحد، مهيب بارق وعلي بارق ومحمد بارق. احكي لك شلون طلعت، بس بدي احكي لك شلون طلعت. طبعا بعد الاعدام، بعد اعدام والدي، احنا طبعا ممنوعين، ممنوع اصدار جواز سفر، جواز سفر ممنوع، التعيين ممنوع، عفوا واحد والده معدوم، فهذا شيء اي يعني حتى يعني تصور تليفوننا مراقب لحد 2003، استمارات امنيه كل 6 اشهر، استمارات امنيه اي طبعا، يعني تصور استمارات امنيه كل 6 اشهر تجي عندنا ونمليها منه موجود، ولد عمكم ولد خالكم ولد عمي يعرفوها طبعا، يعني كنا كان احنا كانت بيوتنا مراقبه، حتى عمامي هم نفس الشيء. اي فكنا يعني كنا حيل ما مرتاحين. نعم، فالاستمارات الامنيه انا اقول لك شلون طلعت. عندي صديق والدي صديقه ويحبه بالشرطه، كان بوزاره الداخليه، ما اريد اجيب اسمه. انا رحت عليه قلت له والله انا هاي وقت الحكي بال 98، قلت له هيك وهيك السالفه وانا مضغوط علي، لا تعيين لا راتب لا اي شيء، زين فاحنا مضغوطين، يعني انا اريد اطلع خارج العراق، مستقبل ما عندي. قال لي خطره وشلون؟ قلت له دبر لي اياها. قال لي اعطيني يومين. اجاني قال لي هاي الخاطره بكره حسوي لك اياها. اكو واحد ما يريد يطلع خارج العراق، زين فانا راح اسوي لك على اسمه، بس الصوره مالتك تجي بالجواز. وهل قد تكلف؟ هل قد تكلف؟ طبعا كان مبلغ غالي يعني عالي، فاعطيته الفلوس وقلت له متاكد انا راح اطلع؟ قال لي متاكد وانا اجي وياك. وصلني لطريبي هو بنفسه الضابط، ودخل الجواز طمطمغ لي وقال لي روح توكل، وانا اتمنى لك حياه جيده وسعيده خارج عن سلطه صدام. هذا الحكي اي نعم، هذا الحكي بال 99. اي والله. فمن رحت للامم المتحده يومين رحت على المخابرات الاردنيه، زين وعرفوا والدي وقالوا اهلا وسهلا، قال اذا تريد تطلع عائلتك. قلت له شلون اطلع عائلتي؟ وانا بالقوه طلعت ما اقدر. قال لي اهلك وين؟ قلت له اهلي موجودين ببغداد. قال تريد نتواصل وياهم؟ قلت له ايش تتواصل وياهم؟ يعني قصد المخابرات الاردنيه لحتى يطلعوهم حتى يكونون في سلام. قلت له احنا بيتنا مراقب. قلت له انا بالقوه طلعت، انا طلعت بليله سوداء، زين لان مراقب البيت مالتنا مراقب، زين يعني انا ما قدمت جواز، مدير جوازات واسط، انا بس بدي اوجه له الكلام، مدير جوازات واسط ومدير امن واسط في سنة 1999، زين أبو وسام هو أنا قدموا لي، قالوا لي هذا أبو وسام يريد يشوفك، ومدير المخابرات العامة مال واسط بال 99، إذا يسمعني واجهني. قال لي أنت شو تسوي بالجواز طالع بيه؟ تريد تروح ويا ياد علاوي؟ قلت له منو ياد علاوي؟ أنا ما أعرفه. قال لي لا، أنت تريد تروح ويا المعارضة. والله العظيم زين، مدير اي والله مدير المخابرات ومدير الامن العامه ومدير الجواز. قال لي ممنوع انت تطلع، فما عندي غير طريقه الا هي طريقه التهريب. فطلعت عن طريق هذا الضابط، الله سخر لي اياه والحمد لله طلعت. ومن طلعت عرفوني المخابرات الاردنيه، ما طولت يمكن اقل 6 اشهر انا جيتين ابكي كندا، راسا عرفوني وعرفوا والدي. انتم كعائله واقارب شنو اللي ترتب عليكم بعد استشهاد الوالد الله يرحمه؟ يعني ضيق عليكم الخناق، تصادرت من عندكم اموال اشياء اخرى، يعني وضعكم اختلف، تنطينا فكره الله يخليك. بعد استشهاد الوالد الصراحه الامور صارت هوايه صعبه، كلش صعبه الصراحه، يعني كنا يعني العراق كلته كان محكوم بطاغيه وطاغيه ما عنده يقول لك روح للسجن، وما عنده يقول لك مثلا عقوبه، لا ايده والمسدس، ايده والسيف. فالصراحه يعني احنا سوينا الفاتحه
طبقتها، سوينا فاتحه. وين صارت الفاتحه؟ عمي صادق كان عنده 5 دوانم لحد الان موجوده على الشارع العام. فتح بيته واستمرت الفاتحه يمكن 3 ايام لو 4 ايام بالصويره، واستمرت 3 ايام 4 ايام. وجو العشيره مالته كليتهم حتى من غير محافظات جوي، حتى من غير الضباط مالته ما تاني جوي زين. اعتقد 3 ايام 4 ايام، وبعدين هم وراها هم بالسبعه جو الناس زين، وبالاربعين هم جو الناس. بس كان اكو سيارات اثنين من المخابرات واقفات لغاد من القطاع، يعني شوية حوالي 200 متر يشوفون يراقبون، بس يشوفون يراقبون. وهم اجوا قالوا العم صادق ممنوع فاتحة، بس عم صادق سواها غصبا عليهم، واهل الصويرة يعرفون كل زين. اكو بعدهم عايشين طبعا، اي طبعا سواها وغصبا عليهم. هم استاذ مهيب هم اكو اشياء اريد صراحة نتعرف عنها، يعني تعرف اكو خفايا واسرار للوالد، وانت كنت قريب على الوالد، وانت صراحة تبقى لك الحرية الشخصية الاشياء اللي تحب تذكرها واللي ما تحب تذكرها بعد الامور عائدة لك. احنا هم نريد نعرف شخصية الوالد الله يرحمه، شلون كانت شخصيته؟ عصبي، هادئ، الشجاعة منين جت هاي الشجاعة اللي يعني تعرف كانت الحرب العراقية الإيرانية حرب ضروس، يعني حرب قاسية زين مرعبة، شلون كان يمتلك الشجاعة؟ شلون كان ينتصر؟ شلون كان يتقدم للسواتر الأمامية؟ يعني هاي الأمور تعطينا فكرة. وأكو أشياء كانت يعني تصادف الوالد، أكو أشياء الوالد كان يعني يتصرف بيها، تعطينا فكرة الله يخليك. أي نعم، والله أنا كنت أروح وياه، يعني مو سرعتنا أكو عطل صيفية، بس العطل الصيفية كانت من تبدي من الشهر السادس الى العاشر، فانا كنت اروح وياه يعني من كنت صغير زين، فحضرت وياه. نعم وياه اي وين اي بالخطوط الخلفيه، يعني انا كنت اسمع الضرب وكنت اسمع الاجهزه اللاسلكيه، حتى كنت اسمع الايرانيين من يحكون بيناتهم، كان اكو مترجم من اللغه الايرانيه الى اللغه العربيه زين، كانوا يتجسسون عليهم، فأنا كنت أسمع بالخطوط الخلفية زين، وشايل هذا المترجم شايل ورقة وقلم ويسجل الاتصالات بيناتهم، وهم هم أيضا يتجسسون علينا يعني هم بال أي نعم. فأكو موقف صار بسنة 1984 على الموقف والشجاعة زين. أي نعم، هذا كان بشرق البصرة، كانت أكو لجان اعدامات من نهل تكريت يلبسون شماغ زين، ويلبسون اذا كان بالشتاء يلبسون هاي القنصله الحربيه زين، واذا كان بالصيف زين يلبسون زيتوني وبساطيل احمر. عايشين بعدهم طبعا، هم هسه هذول المجرمين عايشين بعدهم طبعا، هم جاي يسمعوني هذا شفتهم بعيني. فابويا زين يقول لهم اذا شفتوا لجان الاعدام قول لهم بارق امر علينا واني انطي، وقول لهم بارق اطى انسحاب ترمون عليهم تقتلوهم بالمكان، وقول لهم انسحاب تكتيكي وانا اتحمل المسؤوليه. ولجان الاعدام يباعون على ابويا، كلمه واحده ما يقدرون يفتحون، والله العظيم. وابويا وانا واقف يم ابويا يقول لهم اذا شفتوا هذول اهل الشماغات يرمون عليكم ارموهم، وقول لهم بارق اطى انسحاب تكتيكي، لان اكو بالعلوم العسكريه يكون انسحاب تكتيكي لازم تنسحب حتى تكون القوه مالتك حتى ما تبلع. هاي عند لجان الاعدام هاي ما تمشي هاي. فانا كنت ابوع عليهم والله كلمه واحده ما يقولون، والله العظيم هاي واحده. مرة بمس 85 اعتقد والدي كان يفتر بالهليكوبتر مالته زين، وكانت اكو لجنة الاعدامات هاي كانت تريد تعدم حوالي 20 جندي، فنزل عليهم ابويا بالهليكوبتر زين، قال لهم هذول ما ينعدمون، هذول يشكلون وياي بلواء 66 والله العظيم، ونقذهم من الاعدام زين. اي والله العظيم
اخذهم اخذهم وصارت على والدي، صارت على والدي محكمه عسكريه. زين هاي اول محكمه والله العظيم صارت عليه محكمه عسكريه، بس منو سد الهيا؟ سد الهيا عدنان خير الله. زين قال لهم انا اذا مو وطني قولوا لي مو وطني. زين قولوا لي مو وطني انا وخليني هاي الرتب هاي هسه انزعها. 20 واحد تريدون تعدموهم ليش؟ لان انسحبوا وانا اعطيت امر الانسحاب والشكل ويا لواء 66. هذول اذا تعدموهم من راح منو راح يدافع عن العراق؟ المهم هاي وحده مره وسدها الى عدنان خير الله. يعني عدنان خير الله يحب والدي واي واي، لان كانت مزرعتنا من قار الشط. تعرف من قار الشط اللي هي قبل جسر الصويره، هاي مزرعتنا وهاي مزرعه عدنان خير الله، وحده بصف الله كان اي موج. ايه لا والله لا لا من كانت موجوده لغايه 91 بس صادرها صدام من انعدم والدي. اها جيد. يعني كانت المزرعه مالتكم على نهر الصويره؟ ايوه. حتى البيت مالته موجود لحد الان، بيتنا موجود هو بالمزرعه. ابوي بنا هاي وحده. ومره ماهر عبد الرشيد نقل طبعا انا راح اذكر الاسماء لان ماتوا. نقل عقيد جبار داوي، هذا كان صديق ابوي، نقله هاي. شفت الحكي هذا؟ الحكي بال84 كان بوقتها ابوي عقيد ركن وماهر رشيد كان لواء ركن. زين اي ماهر رشيد كان لواء ركن اللي هو ابوي كان بوقتها امر فوج. فنقل ماهر رشيد نقل هذا الضابط بتليفون، يعني ما وجه شيء كتاب رسمي لامر الفوج، بس بالتليفون. شلونك؟ السلام عليكم. اي النقل راسا اجى قالوا يابا جبار النقل، ابويا ما يدري. انا كنت ويا بالصيف، والله العظيم رحنا بالسوبر مالته 82 العسكريه، رحله ماهر عبد الصياح هو وياه الصياح. زين قال له ما اداوم الا يرجع الضابط، وفعلا اجى وقعد بالصويره. واجى او حتى عمي صادق، يعني عمي صادق الله يرحمه، اجى عمي صادق قال له لا تدخلنا مشاكل الحكومه ارجع ما يصير. قال له هذا ماهر نقل ضابط من عندي بالتليفون وهذا مخالف لاوامر العسكريه. ماكو يومين وكان تجي مارسيدس عليه. زين شي انت؟ قال له سيدي اللي وارك الماهر نقل ضابط بالتليفون يصير؟ قال له لا طبعا ما يصير، هذا مخالف لاوامر العسكريه. بس على كل حال احنا راح نحل، لان بنت ماهر زوجة قصي وجبار شنشل يعني مسلوب القوه، هي محكمه يعني شلون تقول صوريه. المهم قال له يابا مو مشكله، هذا الضابط راح ينقل حسب الاوامر العسكريه وهذا الكتاب موجه لك انت امر فوج. زين قال له هيجي اي بس ما بالتليفون ما يصير، احنا ما قاعدين بصحراء، هاي اكو امر عسكريه لازم تتوجه ينقل بالتليفون. شلون؟ قال له حقك بارك وهذا اللي صار. زين فصالحهم عبد الجبار شنشل وسدها، هم ما تنسدها عدنان خير الله هيجي. فهاي الشجاعه اللي كان يمتلكها ابويا، نعم هي هاي الشجاعه كان يمتلكها ابويا، الحمد لله والشكر. طيبة. احنا شاكرين لك استاذ مهيب وكنت ضيف عزيز علينا، ونتمنى بانه تزورنا للصويره ان شاء الله، ونشوفك بخير وسلامه، وتحياتنا لك ولكل العائله الكريمه. تحياتنا لك اخ مهيب، الله يحفظك. واحنا من خلال شاشتنا نوجه تحياتنا لك والعائله الكريمه، ويا رب تكونون بخير، وان شاء الله لقائنا هذا يتجدد مع جنابك الكريم الشخصيه الصيراويه الاستاذ مهيب بارق الحاج حنطه. كنت ضيف عزيز علينا وكان اللقاء صراحه وياك ممتع، الله يحفظك. وتحياتنا لك والجميع العائله الكريمه. شكرا لك استاذ وشرفتنا، تحيه لك من جميع ابناء الصويره ان شاء الله، من مدينه الصويره مدينتكم الى كندا، ويا رب تكونون بخير وسلام. انا بالنسبه لي اوجه سلامي الى اصدقائي واحبائي من اهل الصويره، وانا صار لي سنين ما شايفهم طبعا بسبب الظروف اللي قسى بيها علينا صدام حسين طبعا. واشكر اذاعتكم
واشكرك اخي الحبيب استاذ حيدر. اي والله، وكلمتي الاخيره انه سمعه والدي راح تبقى لالاف السنين، لان هو اشتغل بالجيش واسس الجيش العراقي واسس صنف القوات الخاصه وسوى الشيء اللي ما حد يقدر يسويه الصراحه. يعني الدورات مالته بروسيا والدراسه مالته بروسيا ودفاعه عن الوطن ودفاعه عن ارتيريا، لان يعني هو ظل بست اشهر بارتيريا يدافع ضد الاحتلال الايطالي اللي بارتيريا هاي بزمن احمد حسن البكر، والمعلمين مالته مال القوات الخاصه اللي بمصر زين لحد الان يراسلوني زين. واني اوجه الشكر والتحيه لكم، وارجو انه خاصه بالايام الاخيره صارت اكو مثل ينشرون عن والدي اشياء غير صحيحه، وانا اتمنى انه من بعض المواقع وبعض الفيسبوك انه لا يتطرقون الى اشياء غير صحيحه. اكو اشياء غير صحيحه اتمنى ان لا يتطرقون لها، وانا ان شاء الله موجود واتكلم باسم والدي دائما، واطلع بين فتره واخرى ان شاء الله ارد على بعض هذه الادعاءات. سلامي قبل ما اروح، سلامي للخال الخال العزيز البطل عباس الوحش، وقبلاتي له من خلال شاشتنا. تحيتنا للعم العزيز عباس الوحش ابو صباح، تحياتنا الى هاي الشخصيه الصيراويه الاصيله، تحياتنا له. اشكرك، واشكر قبل ما نختم اشكر ولد عمي علي موازي وعلي الخضراوي ويعقوب هارون، لان هذول جايين ينشرون اشياء حلوه ودائما مستمرين، والاخ يحيى ابو ادريس اشكره هواي هواي، اشكرهم هذول كليتهم وكل من يحب ويساند لواء ركن بارك عبد الله وعائلته، اشكركم هواي، تحياتي عزيزي. اعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا كانت حلقتنا مع الاستاذ مهيب بارق الحاج حنطه، الشخصيه الصيراويه الاصيله، ومن الشخصيات اللي المرموقة في مدينتنا مدينة الصويرة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ترقبونا وحلقات قادمة، دمتم في أمان الله وحفظه.